تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي الذي يعد عصب التنمية الاقتصادية، وتهدف الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتهيئة المناخ لجذب استثمارات عربية وأجنبية. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي. وخلال إفطار الأسرة المصرية أطلق الرئيس السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة. عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري بهدف تيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة. وقد أكد نائب محافظ البنك المركزي أن الفترة الحالية ستشهد سرعة في إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك، لافتا إلى أنه سيتم العمل في أيام الأجازات الجمعة والسبت حتى لا تتعطل أي عمليات للإفراج. وقد لاقت مبادرة الرئيس ترحيبا كبيرا من اتحاد الصناعات، والذي أوضح أن المبادرة تؤكد حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية. كما أشاد مسؤول اتحاد الصناعات والغرف التجارية بتكليفات الرئيس السيسي التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف في المرحلة القادمة للقطاع الخاص للاطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك. الحلم الأكبر هو تطوير المجتمعات الصناعية وما يندرج تحته من كثير من العناوين، لعل أبرزها ما أشرنا إليه قبل الموجز من الاقتصاد الأخضر أو الصناعة الخضراء ومطابقتها للمعايير الدولية. وتجدر الإشارة في هذا السياق طبعا إلى قرب استضافة مصر لكوب 27 ومواجهة بأقدام ثابتة للتغيرات المناخية والوفاء أيضا بالالتزامات البيئية. بالتأكيد كل ده بيلقي بظلال كبيرة جدا على إنجاح هذا المؤتمر الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم بإذن الله. بجد التحية بضيفي الدكتور يسري الشرقاوي. دكتور يسري، يعني كيف تنظر إلى هذا الملف بوصفه طبعا وثيق الصلة بتحقيق مواصفات وشروط التنمية المستدامة المصرية، وربما دايما بنتطلع كمان لأفق أرحب أن يكون ده بما يعود بالفائدة على القارة السمراء. نعود إلى بدء وإلى بداية الحلقة وإلى ما ذكرناه تحديدا عن الوصف التفصيلي الكامل للاستطاعة للدخول في الصناعة والاستطاعة لتحويل مصر إلى دولة صناعية قادرة على النهوض والتمثيل بصناعة تصل إلى 20-25% مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي عوض على 15 أو 16%. نعود إلى ما بدأناه من خريطة صناعية، من تمويل صناعي، من حوافز صناعية، من تدريب، من نقل خبرات، من كل العناصر اللي ذكرناها، أراضي، تراخيص أو غيره. وهنا وفقا لسؤالك، الربط ما بين الصناعة والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة والتغيرات المناخية. وهنا استضافت مصر هذا المؤتمر. وخلينا أقول لك وأقول للسادة المشاهدين والمتابعين أن التحدي الكبير على الدول الصناعية، دول الثمان الصناعية الكبرى، التحدي الأكبر على الارتفاع بالالتزامات. فأفريقيا والصناعات الأفريقية لا تمثل في التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية أكثر من 3% مما يحدث في العالم. أما البقية الباقية تقع على عاتق الدول الصناعية وتقع على عاتق الصين. فهناك التزامات، وربما كانت الدنمارك إذا تابعنا جيدا هي أكثر الملتزمين وهي أكثر المتعهدين بالإنفاق بحد يصل إلى 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية ومواجهة الانبعاثات الكربونية حتى تستطيع أن تشارك وتساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات. فالسؤال الآن، هل سنستطيع أن نخلق معادلة جديدة عالمية
فيها الحفاظ على الانتاج الصناعي وتطوير الانتاج الصناعي والدخول بالخبرات الصناعيه وتدريب الكوادر المؤهله واستخدام الالات والمعدات واستقطاب التكنولوجيا القادره على الانتاج الصناعي دون ما التاثير البيئي، مصر تقدمت برؤيه 2030 وفيها التحول الى 20% من اقتصادها الى اقتصاد اخضر بحلول عام 2030. وكل دوله في الدول، وهناك الان اجتماعات بتجرى على مستوى وزاره الخارجيه، مستوى القطاع الخاص، مستوى الحكومات، مستوى كل التجمعات المهتمه بشان التغيرات المناخيه، وايضا المتابعين الى مؤتمر قمه التغيرات المناخيه التي سوف تحتضنه مصر في شرم الشيخ. طبعا حضرتك بتطرح تساؤل مهم جدا، هل نستطيع؟ والاجابه هي نفس عنوان المؤتمر في دورته السادسه، نعم مصر تستطيع. بالزبط. انا بشكر حضرتك يا فندم. جزيل الشكر دكتور يسري شرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال اعمال المصريين الافارقه، شرفتني يا فندم، جزيل الشكر لحضرتك على تشريفك. شكرا لك. شكرا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، معيد الاعلاميين 88، وكثير من الرسائل وكثير ايضا من التقديرات التي ينبغي توجيهها بمثل هذه المناسبه. وقفتنا الحواريه القادمه معكم في من القاهره، كونوا معنا. هنا القاهرة، في 31 من مايو من كل عام يتجدد الاحتفال بعيد الإعلاميين، حيث يضاف في كل عام إنجاز جديد لمنظومة الإعلام الوطني المصري. وعلى مدار تاريخه لعب الإعلام دورا كبيرا ومفصليا في الكثير من الأحداث، حيث يسلط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع ويحرص على حسن الأداء فيها ومعالجتها وفقا للمعايير المهنية، إنصافا للحقيقة من جهة، وخدمة لمشاغل الناس واهتماماتهم من جهة أخرى. لذلك نجده دائما المتصدر في التصدي لمختلف الأزمات التي تواجه المجتمع. وقد لعبت الإذاعة المصرية ومن بعدها التلفزيون دورا كبيرا، ليس فقط في مجال التعليم والتوعية والتثقيف، بل في دعم حركات التحرر بالوطن العربي وإفريقيا. واليوم يكمل الإعلام رسالته من خلال نقل المعلومة الموثقة والموثوقة والمستندة إلى مصادرها الأصلية، إضافة إلى صد الشائعات. كما يلعب الإعلام المصري دورا هاما في تقديم المساندة لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وفي حربها ضد الإرهاب الأسود. كما يقدم الإعلام المصري نموذجا تنمويا توعويا يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي وينير العقول ويعلي من قيم المجتمع، إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسؤولة. وعلى مدار التاريخ مر الإعلام المصري بمراحل عديدة ومتباينة، فمع قيام ثورة يوليو وما صاحبها من تحولات برزت أهمية الإعلام ومدى فعالية دوره. وعلى مدى عقود تكونت منظومة الإعلام المصري الرسمي بأيادي وعقول أبناء ماسبيرو لتغطي كافة أنحاء الدولة المصرية مساحة وتنوعا فكريا وثقافيا، وامتدت الشبكات الإذاعية المتنوعة والمتطورة وكذلك القنوات التلفزيونية المحلية والدولية ليكون معا صوت الدولة المصرية. أبدأ هذا الحوار بالإعلام الوطني كما ينبغي أن يكون، المدرك لطبيعة التحديات اللي تشهدها مصر والعالم كله في مرحلة مهمة جدا، في مرحلة من البناء والإعمار والتنمية، ومهم جدا أن يكون في إدراك لقيمة الكلمة بما تمثله والمسؤولية الملقاة على عاتق العالميين، وكثير الحقيقة من المواصفات ما بين الثوابت وما بين مستجدات للحاق بالركب تقدمي في الرسالة الإعلامية. هنحاول سريعا يعني نواجه أيضا هذا التحدي، وبسعد أن يكون معي واحدة من القامات الإعلامية المتميزة اللي مرتبطة بهذا الزمن الجميل، زمن الإعلام الجميل. بوجه التحية وبقول له طبعا كل سنة هو طيب، ووجه التهنئة للأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. وكل الإعلاميين المصريين بخير يا رب. يعني نرجو أن يكون الإعلام بخير. وانت قلتي الكلمة، والكلمة مسؤولية طبعا. الكلمة يعني كما يقول الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، الكلمة مسؤولية تلقى على عاتق من يتحدث بها أو يشعر بها أو ينشرها. فالكلمة، وفي البدء كانت الكلمة
طبعا. وبالتالي الإعلام مسؤولياته مع الزمن تزداد. مع الزمن من يقلل من قيمة الإعلام ومن مسؤولية الإعلام الحقيقة يبقى خارج عن العصر. الإذاعة المصرية ليها خصوصيتها لأن إطلاقها تزامن مع التاريخ اللي بنحتفل فيه إطاره بالعيد 88. شوفي الإعلام الإذاعة المصرية جاءت في وقت الحاجة إليها. يعني الإذاعة المصرية لم تتأخر كثيرا في ظهورها عن هيئة الإذاعة البريطانية الإذاعة الأولى، وفي أمريكا أيضا الإذاعات نشأت في أواخر العشرينيات. يعني الإذاعة البريطانية 27، في أمريكا قبل كده كان سنة 24. دستور الإذاعة المصرية شامل كل ما يهفو إليه الإعلاميون الآن، من حيث وحدة مصر، من حيث القيم المصرية، من حيث التعليم، من حيث التسلية، من حيث المحافظة على هوية الوطن، على لغة الوطن. يعني الإذاعة المصرية جاءت لتلبي حاجات مصر في ذلك الوقت، وكانت مصر خارجة من تجربة سياسية غاية في الجمال، غاية في الرقي، غاية في النهضة. بعد ثورة 19 المجتمع المصري كان مجتمعا ناهضا، مجتمعا يتقدم نحو الصناعة ونحو التقدم الزراعي ونحو الدستور، دستور 23 وأحزاب سياسية. صحيح كان هناك محتل، ولكن عندما قامت الإذاعة قامت باستقلالية عن المحتل. ولذلك المندوب السامي البريطاني عارض ظهور الإذاعة المصرية لمدة 10 سنوات. يعني كان يمكن أن تطلق الإذاعة المصرية 1924، ولكن المحتل متمثلا في المندوب السامي كان يعارض ويضغط حتى لا تظهر الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، لأنها كانت تشكل خطرا على وجوده في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. فالإذاعة المصرية جاءت بعد نضال طويل من إذاعات من وزارات متعددة. الحقيقة نجح إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت بإقناع المندوب السامي البريطاني بأنه الإذاعة لا خطر منها على وجودكم في مصر. أقنعه، وكان إسماعيل صدقي شخصية براغماتية، شخصية مهمة في الحياة السياسية المصرية، وأقنعه فقامت الإذاعة المصرية على أكتاف أبنائها المصريين. يعني كان صحيح الشركة التي تولت الإدارة كانت شركة ماركوني الإنجليزية برئاسة المدير العام أرثر ديلاني في ذلك الوقت، ولكن الذين قاموا بوضع كل أسس الإذاعة المحتوى كانوا مصريين، بدءا من سعيد لطفي باشا رئيس البرامج العربية أو المشرف على البرامج، إلى مدحت عاصم الذي تولى مهمة الإعداد الموسيقي، إلى أحمد سالم أنت تعرفينه طبعاً. بالطبع النجم السينمائي فيما بعد، كبير المذيعين، أول من نطق بهنا القاهرة، ومحمد فتحي كروان الإذاعة، وعلي خليل المشرف على البرامج الدينية. يعني الحقيقة ويمكن ده أستاذ عبد الرحمن بيكرس لمفهوم الإعلام الوطني. نعم. اللي احنا بنتكلم عنه. نعم. لكن التحديات في كل عصر بتختلف طبيعتها حتى وإن كان في بعض القواسم المشتركة، وده خلينا نتكلم عن الإعلام ما بين الثوابت والمتغيرات. المتغيرات المحمودة وليس طبعاً. المذمومة. للتواكب مع التكنولوجيا والإيقاع السريع اللي ابتدى دلوقتي يبقى موجود، والتحديات الجديدة الثوابت اللي ما كانتش الثوابت المصرية في عرف الإعلاميين وفي عقل الإعلاميين ثوابت مصرية معروفة. وحدة هذا الوطن، المحافظة على كيان الدولة، مقاومة الإرهاب، الإعلام والإعلان عن التنمويات، المشروعات التنموية، نشر الوعي. يعني فكرة الوعي، الوعي بالجمهورية الجديدة، الوعي بأهمية المحافظة على ثوابت الدولة المصرية، دولة مصرية عربية، يعني الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، الدائرة الإسلامية. قيم المجتمع المصري متمثلة في الوحدة الوطنية، في المواطنة، دي ثوابت. إنما المتغيرات كما أشرتي متغيرات متعلقة بإيه؟ متغيرات تكنولوجية، متغيرات بما يواجه الإعلام من تحديات. تحديات متمثلة في إيه؟ في الإعلام المضاد، في الإعلام الذي يتبنى فكرة الإرهاب، يتبنى فكرة التشكيك في دور مصر العربي والأفريقي والإسلامي، التشكيك في قيادة مصر، التشكيك في نهضة مصر، التشكيك في مشروعات ما يحدث من مشروعات ومن تنمية. كل هذا
من حيث المحتوى. الحروب اللي بنشوفها دلوقتي مش حروب الجيل التقليدي النظامي. حروب الجيل الرابع والخامس. ما هي دي حروب. ومن هنا جاء دور الإعلام في التوازن الشديد بين المحافظة على الثوابت ومواجهة المتغيرات، سواء كانت متغيرات تكنولوجية، وطبعا أنت عارف المتغيرات التكنولوجية القادمة من السوشيال ميديا مثلا طبعا، وأيضا متغيرات في المحتوى القادمة من القنوات الفضائية. كلمة السر ربما في المصداقية، لكن في معادلة ربما تكون صعبة، إزاي أستفيد من التكنولوجيا زي ما حضرتك أشرت لمواقع التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت أتجنب أثرها السلبية؟ بنشوف مثلا الشائعات وده بيخلي أهمية أكبر أن يكون في تحلي من قبل الإعلام بالمصداقية بالمصداقية والمعلومة بالزبط. يعني أنت تستطيعين مقاومة الشائعة بالمعلومة في وقتها، يعني المعلومة لا تكون متأخرة، المعلومة لا تكون أكثر من حجمها الحقيقي حتى تحصل على المصداقية من العدو قبل الصديق، وبالتالي المعلومة ثم كيفية تقديم المعلومة بكوادر واعية، كوادر مدربة، كوادر قادرة على توصيل المعلومة، ومصدر المعلومة نفسه ما يكونش أقوال مرسلة. لا، مصدر المعلومة إذا كانت المعلومة بالأرقام، المعلومة بالمشروعات، المعلومة بالأساس، البنية الأساسية الموجودة، واستخدام التكنولوجيا لتوصيل المعلومة، تكنولوجيا الكاميرا، تكنولوجيا الكتائب الإلكترونية. لما لا؟ لا يعني كل القنوات الفضائية أنا أعتقد أنها لها مواقع مهمة على السوشيال ميديا، لما لا يكون للإعلام المصري مواقع مهمة ومواقع مؤثرة ومواقع مبنية بمحتوى جيد، محتوى عميق، محتوى، وخاصة أن أنت وراءك يعني كتيبة. تاريخ طبعا. طويل صحيح. من الإنجازات المنجزات. يعني أنت يا جماعة مصر دولة عظيمة جدا، مصر دولة. أنا كنت بستضيف أحد الناس المتخصصين في حضارة مصر القديمة، كان بيترجم كتاب كتبه أحد الأجانب الأمريكان عن الحضارة المصرية القديمة، قال لي معلومة غريبة جدا، قال لي إذا كان المصريون والعالم يعتقد أنه تاريخ مصر من 5000 سنة هم على خطأ، تاريخ مصر بدأ من 20,000 سنة، لأن الإنجازات التي تمت من 5000 سنة وراءها تجارب ووراءها أبحاث وراءها أمة كانت تبني، يعني الـ 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 الأهرام كانت قمة الإنتاج المصري الحضاري في ذلك الوقت، السرابيوم، المعابد، المومياوات. فقال لي إنه إحنا دولة لها تاريخ، دولة عندها قيم، أقدم دولة في العالم منذ توحيدها لم تتفتت، يعني كل دول العالم بيحدث لها وحدة ثم تتفتت ثم يعاد وحدتها، مصر منذ أن توحدت حول هذا النهر الخالد لم تتفتت دولة. قال نابليون لجنوده وضباطه عندما أتى إلى مصر، الإسكندرية هي قلب العالم وليست باريس. فبالتالي نحن كإعلاميين يجب أن نعتد بتاريخ ومن هنا تأتي الريادة الإعلامية، تأتي الريادة، لأن الريادة ليست مبنية على تكنولوجيا فقط، وليست مبنية على دعايات فقط، وليست مبنية على قوة فقط، وإنما مبنية على مزيج من التاريخ ومن الحضارة ومن يعني منذ أن بدأ العمران على ضفتي هذا النهر ومصر تضيف إلى الحضارة الإنسانية. دخلنا نتكلم عن دور الإعلام في التنمية وتحقيق الوعي، مش بس كمان مش المفروض ننساق وراء الشائعات ونعرف بحقيقة وطبيعة ما يحدث في مصر، مفروض أن يكون في توعية وارتقاء طبعا بالمتلقي. أصلي التوعية تعريفها البسيط المعرفة، وأنت يجب كإعلامية أو كإعلامي أن تكوني على دراية بما يحدث على أرض وطنك من مشروعات، هذه المشروعات هي تنمية للمواطن المصري، زيادة في الناتج القومي، زيادة في دخل المواطن، وبالتالي يجب أن تصل المعلومة والخبر إلى هذا المواطن، يجب أن يوضع المواطن في الكتالوج في الصورة، هذه المشروعات من أجلك، المشروعات التنموية تتم من أجل المواطن المصري، وبالتالي المواطن المصري
البسيط والمتعلم والمثقف يجب أن يعلم أن عائد التنمية سوف يعود إليك. هيعرف إزاي؟ هيبقى عنده وعي إزاي بدون أن تصل إليه الرسالة الإعلامية وهي متضمنة الوعي بمشروعات التنمية طبعا. وبالتالي هنا دور تنموي للإعلام. الإذاعة المصرية عندما أنشأت الإذاعات الإقليمية بدءا من 81 كانت تذهب بالإعلام إلى الأقاليم لكي يتابع الإعلام ما يتم في الأقاليم من تنمية، سواء تنمية للإنسان، تنمية اقتصادية، تنمية تعليمية، البحث عن تراث هذه الأقاليم لإضافته لوعي المستمع في بقية الأقاليم. لكن اللافت أن بقدر ما تنامت قدرات الإعلام سواء البشرية أو الفنية بقدر ما زادت تحدياته نعم. في ذات الوقت نعم. ومع أن كل عصر إعلامي ورموزه أعطوا وليهم كل التقدير، إلا أن دايما لما بنتكلم عن الفن أو بنتكلم عن الإعلام بنقول زمن الفن الجميل، زمن الإعلام الجميل. إيه من وجهة نظر حضرتك الخطوة ربما التي يسبقها الإعلام الماضي؟ أنا متحفظ الحقيقة على تعبير زمن الفن الجميل أو إعلام أو الإعلام الزمن الجميل، لأنه نحن مصر بالذات دولة مستمرة صحيح يعني، ومصر ولادة طبعا في استمرارية للإعلام المصري، ومن هنا يأتي التحدي، تحدي المحافظة على هذه الاستمرارية صحيح. بنفس الدفق وبنفس المسؤولية وبنفس الحماس وبنفس الإتقان اللي الحقيقة كان بيعمل به الرواد في الإعلام المصري منذ يعني لحظات. كنت في إذاعة البرنامج العام، فالمذيعة الزميلة كانت بتشير إلى الموسيقى الموجودة في برنامج من الحياة، ده برنامج درامي، إحنا كنا رواد في الإذاعة المصرية في الدراما على مستوى العالم العربي وفي الأوبريتات الإذاعية خاصة، يعني لم ينتج أحد أوبريتات إذاعية كما أنتجنا نحن في الإذاعة المصرية، وإنت عارفة إسم وعوف الأصيل و الدندرمة، محدش أنتج ده. فبقول لها شوفي الإتقان حتى الأشياء الصغيرة كان هؤلاء الرواد يعني ينتجونها بإتقان. فيعني يجب على رجل الإعلام أن يتقن قراءة الأخبار، يجب أن تتم إتقانها. إتقانها بإيه؟ بإجادة القراءة، بإجادة تعلم اللغة، بتنظيم الأنفاس، وده كلام يعني مهنة احنا بنقوله، انك تقري أخبار، انك تظهري على الشاشة وأنت فاهمة وواعية لما كل دي عناصر مهمة تقرأين. جدا طبعا يمكن يعني طبعا انا يعني ما اقدرش اضيف يعني بس لا. يمكن كمان واخد رأي حضرتك في الجزئية دي كختام وتتويج لهذا اللقاء الجميل، ميثاق الشرف الإعلامي كموجود داخل كل إعلامي، الوازع الأخلاقي والحس الوطني كان حاضر بقوة، ما كنتوش محتاجين لمواثيق مكتوبة للمحاذير. لا أو تعرض ميثاق الشرف الإعلامي يا أستاذة إلى ما تعرض له الإعلام من دخلاء المهنة، وبالتالي من لا يعرف المهنة، من لم يدرس ظروف العمل بالمهنة لغويا وصوتيا ووراء الكاميرا الوجوه، يعني هؤلاء الناس أساءوا إلى ميثاق الشرف الإعلامي. ميثاق الشرف الإعلامي خطوطه واضحة اللي بدأنا بيها، أن يلتزم الإعلامي بثوابت وطنه صحيح. في الفترة التي حكم فيها الإرهابيون مصر 2012 الحقيقة مزقوا ميثاق الشرف الإعلامي، المهنة تقافز إليها، اسمحي لي أستعمل تعبير تقافز إليها الأدعياء، وبالتالي الذين لا يعيرون اهتماما لميثاق الشرف الإعلامي، فالمهنة أصابها الضعف. ومن هنا التحدي العظيم، أن نعيد إلى المهنة رونقها طبعاً. أن نعيد إلى المهنة رونقها الشخصي، رونق المهنة في ميثاق الشرف الإعلامي، الإجادة في المهنة، تدريب الناس قبل ممارسة المهنة. أظن أنت لما اشتغلت في قناة النيل للأخبار، وأنا لما اشتغلت في الإذاعة، كنا طبعا لازم نتدرب، مش كده؟ طبعا. الآن أنا أرى وجوها، مش بس في الشاشات المصرية، الشاشات العربية حتى، ناس غير مدربين، ناس لا يعون ما يقولون. وهنا يأتي دور أو يأتي تطبيق الوعي،
وهنا كلمة فكرة الوعي. استثمار في البشر وتهيئة الكوادر في مختلف المجالات ومنها طبعا مجال الإعلام. انا طبعا بقول لحضرتك كل سنة طيب. انت طيبة. كل سنة حضرتك طيب يا استاذ عبد الرحمن وسعداء بتشريفك لينا. وكل سنة وكل الإعلاميين طيبين بمختلف أجيالهم. طبعا استاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق شرفتني. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام لقائنا معاكم في هذه الحلقة من القاهرة، لكن فقرتنا متواصلة معكم على شاشة قناة الأخبار واللقاء يتجدد مع صحافة الغد بعد قليل. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.